الو، ارحب، كيف حالك عدنان؟ كل عام وانت الله بخير. يخليك، انت بخير؟ من العايدين، عيدك مبارك. احنا وياك ابوي، ايش اخبارك؟ ايه طيب، الحلاوه دي معاه يا عدنان؟ الله يسعدك ابوي، يخليك. بعض من عندك ابوي؟ دقيقه بس اخلص الجره. ايوه ايش معاه؟ انت فريق الشاهي؟ لا بس عشان ارتب الوضع شويه كده. انا اظبط القهوه. دلة وحلاوتها وعدلتها الشخصيه يا اهم هلا، شيء. كيف حالك عدنان، اخبارك؟ طيب الله الان يخليك. كيف ما انت عارف حسابي انت عندي في سناب نفسه؟ ايه؟ بس ما اعرف النيك نيم، تعرف الانستغرام مو زي السناب، يعني تقدر تحدي فناس انا قد تطلع وناس تيجي. اعلامي على انستغرام. انا كمان جدا حتى انا. كل عام وانت بخير من العايدين، عيدك مبارك. من الفايزين حبيبي. الله يسعدك ويخليك. عاد عيدك ان شاء الله عليك وعلى كل المتابعين، ان شاء الله بالخير والصحة والعافية. ان شاء الله نعاد علينا وعليكم ان شاء الله. شكرا لقبول هذه الدعوة، ونورتنا وشرفتنا. الكلمة الأولى لك، تفضل. الله يسعدك. اول شيء حاب اهنيك بالعيد السعيد ان شاء الله، انت وكل متابعينك وكل اهلي واحبابي واخواني اللي يتابعون. وان شاء الله يكون هذا لقاء جدا جميل مع شخص جميل، ويكون خفيف لطيف ان شاء الله عليكم باذن الله. ازيدك؟ هذا الانسان ما يحتاج يا ابوي، ما يحتاج ابدا. حبيبي، طيب الأستاذ عدنان باجي له يعني صغير العمر كبير القامة كثير الإنجازات، ايوه طيب، خصوصا في في سؤال لازم انت تساله لي عشان تجاوبه عن كل المتابعين، لانه دائما يدخل علي في سناب ويسالوني. بدر بادي، انت اكبر من بدر بادي؟ اقول لهم لا لا، لا، بدر بدر أكبر. اكبر مني بسنتين عشان نخلص السؤال ده. ايه صحيح، بدر اكبر كل منك شيء يسالوني بسنتين. والله. طيب ايه خل بس، احنا خلينا نبدا معاك على كذا مرحله في المراحل العمريه، ونتكلم يعني على مجال الانشاد والساحه الانشاديه التي اثرتها، يعني اثريتها بابداعاتك دائما، وهنيئا لك صراحه هذا التوفيق. خلينا نبدا طفوله الاستاذ عدنان بادي، وين عاشها؟ في اي حاره؟ في كنف الوالدين؟ ماذا تعلم من الوالدين؟ ماذا اكتسب من مهارات الذي ونماها عدنان بادي حتى وصل إلى هذه المرحلة والأعمال الجديدة وكل هذا؟ ولكن خلينا نبدأ من طفولة الأستاذ عدنان بادي. والله الطفولة هي أجمل شيء حقيقة، يعني من الأشياء الجميلة اللي للآن في مخيلتي، لأنها فيها ذكريات جدا جميلة ولا زالت يعني حاضرتني. طفولة عشتها ولا زلت لحد الآن، يعني إحنا نقلنا جينا هنا شوران، لا زلت أنا أمجد في العوالي، خصوصا حارة الطيبين، الحارة اللي حقيقة كلها أفضال علينا. كانت حياتي يعني جدا بسيطة متواضعة مع هذا الجيل، جيل حارة الطيبين، الجيل الطيب حقيقة، لهم تحياتي من هنا. إخواني وأحبائي هم الداعم الأول في كل حاجة لي، أنا هذولي رقم واحد. أما بالنسبة للوالدين، الله يحفظهم ويحفظ والدينكم أجمعين ويرحم اللي ماتوا. طبعا الوالدين هم السند بعد الله عز وجل، وهم كل شيء يعني حقيقة، في تربيتهم في الصغر، في اهتمامهم الدراسي، في اهتمامهم من ناحية الأخلاق، المعاملة مع الناس، التربية بشكل كامل سواء داخل البيت أو خارج البيت، كان لهم فضل كبير وتوعية جيدة. والأب لي هو أب في مقام أب، في مقام صاحب فهو صاحب، في مقام ناصح فهو ناصح، فهو الحاجة يعني اللي أنا ما أقدر أستغني عنها حقيقة يعني. هو اللي النور حق المشوار حقي يعني، إلى ما وصلنا للشيء البسيط اللي إحنا فيه له برضه. صحيح. طيب بس إذا الوالدة كانت تتابع اللقاء هذا فراح تهاوشك. لا، الوالدة هي النبض، فأنا أتكلم بقلب لا الوالدة الآن. دقيقة، إذا الوالدة تتابع اللقاء ده راح تهاوشك، قول لي ليش تهاوشك؟ ليه؟ يقول لك يا عدنان ليش طلعت لنا الفيش اللي مكسور ده خليته يطلع في الشاشة؟ كذا فشلتنا مع ايوه، الناس؟ هذا غير الجهة. هذه مسؤولية بدر هذه. غير الجهة تقول لك لا حتاكل هتاكل لا الهوشة. بالعكس، هذا اختياري انا للجهة هذه، ما يحتاج.
يا حبيبي على التواضع ده، شكرا. حبيبي لا الله يعطيك. نتكلم، نشبع مرحلة الطفولة أكثر، خلينا نشبع مرحلة الطفولة أكثر. يعني أنت طيب متى وعيت على الدنيا؟ في سن الرابعة والخامسة؟ والله بهذا العمر، الأحداث يعني أحداث الحارة، أحداث الحي، والله أذكر مواقف. احنا في المدينة في الحواري نتعلم كل حاجة حقيقة، وكل حاجة يعني تكون طيبة. يعني مرحلة الطفولة أيام كنا يعني في، خلينا نتكلم في مرحلة الصيف، بما ان احنا في الصيف ندور لنا البرك، الأشياء، الحاجات اللي صراحة حاليا نص الجيل اللي يتفرج الآن ما يعرفها. أيام كنا نروح نصيد طيور وحمام، وبنفس الوقت كمان اللوز، ونقول الأشياء الحلوة هذه القديمة. الألعاب الثانية بعد الاختبارات لها نكهة كبيرة، زي أم الستة، تحبيسة، تقولون التحبيسة، تحبيسة وأشياء كثيرة. كرة القدم لا بد منها، وكان مشواري أصلا في البداية كروي، بعدين كذا بدر خلاني شوية وقال لي لا خليك هنا، وراح. رغم انه كان العكس، بدر كان حيكون منشد، وكان منشد في البدايه، فتبادلنا كذا، انا رحت هنا وهو جاي هنا. فكان يعني الصحبه بين الحواري، كره القدم كان اخذ الطاغيه الكبيره. وتقريبا في بدايه مشواري لما كنت سنه سادسه ابتدائي تقريبا، التحقت باهم نقطه في حياتي، وهي النقله الاولى في حياتي، هي قافله سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء، مجلس الزهراء عليها السلام، على كل مؤسسين هذا المجلس، كل مؤسسين وكل من اهتم فيه له من بداية نشأته إلى الآن، أنا أرسل لهم ألف تحية حقيقي. مجلس الزهر، تتذكر طيب الأماكن اللي كان ياخذك لها الوالد، ناحية مثلا مجالس، أعمال تربوية، ثقافات؟ يعني حصلت، ممكن تحصل نادرا يعني في مجتمعنا، إنه حصلت مرة ذهبت إلى ندوة في الصغر، في ندوة الصغر يمكن تقريبا ثقافية. خامس سادس تقريبا، لانه اول الندوات ما كانت بشكل كبير، يعني صحيح. كان يعني كان دور الدور كان يعني زي ما تقول، يا انه في دوريات، يا انه يكون في ايش، في احدى المجالس يكون مناسبه كبيره يكون فيها، يقوموا فيها الشيوخ بشكل كبير. يعني طيب دقيقة، أنت الان الوضع تطور. يا إما إنك متكهرب أو محضر للجلسة دي. أنا ما أبغى تحضير، لا لا أبغاك ابدا، ما تسترسل. الحين رجعتك على حقبة انت زمنية قاعد ترجع إبداع اشياء ورا. فيها. أيوه، أنا أبغى من ايوه ورا تتذكر. الوالد انا كنت، انا قلت لك الوالد كنت صاحبه في كل حاجه اروح فيها معاه، يعني مشاوير، يعني الين ما قلت لك سادسه ابتدائي بعد التحاقي بمجلس الزهر عليها السلام، كنت انا مع الوالد دايم، يعني حتى الين يمكن كانت رعايته لي يعني وحرصه، يعني يتصل علي في اي وقت، وين انت، وين كنت، وين رحت، يعني تقريبا الين ثانيه ثانوي. ممكن يستغربوا دحين بقيه الشباب لانه الوضع الحين مختلف، الين ثانيه ثانوي الوالد ده في يعني زي ما تقول في رعايتي في هذا الشيء. الاماكن اللي كنت اروح فيها معاه يمكن ما اذكر، وفي اشياء يعني تقال وفي اشياء ما تقال. يعني بخيلين في المعلومة انتوا، ليه بخيلين في المعلومة؟ بقي للناس الثانيه كمان، انت في لقاءات ثانيه جايه، يعني نحرق كل شيء، طيب واحد يخلي شيء ثاني، اي تخيل اللقاءات الثانية اجي واقول نفس الكلام هذا كله. كل ايوه، هذا اللي حصل ترى عندي، اللي حصل اللي راحوا عند الناس الثانيين قالوا ايوه، فانا في ناس كذا قالوا لي ابو محمد يعني بقي لنا شيء هناك، يعني لا لا لا، اللي بيستضيفوني. المجال لا كله عندي. طيب انت بما انك انه يعني بارادتك انتقلت الى مجلس الزهرة على الحقبة الزمنية، يعني حدثنا عن دخولك في مجلس الزهرة، كيف شفت الانشطة بدايتها، حبيت الانشطة، استمريت مع مجلس الزهرة، الكادر اللي كان موجود في مجلس الزهرة، حبيت تسوي اختلاف في نوع ما، اللي دعمك دعمتهم، الانجازات اللي حصلت في مجلس الزهرة، حصلت انجازات وحصل تطور كبير خصوصا في مجلس الزهرة. مجلس الزهرة كان في فترة كان في أوج المجالس التي تطرح أنشطة دائما يعني ثقافية ولا ودينية زال واحتفالات. لا بعدين قل، يعني طلع مجلس الهادي، بعدين طلع مجلس الإمام الحسين، بعدين رجع مجلس الزهرة. من له ماضي يعود.
ايوه رجع بعد مجلس الزهرة بطاقته كل القوة اللي كانت عنده. حدثنا من بداية التحاقك في مجلس الزهرة عليها السلام والكادر اللي كان موجود في تلك الفترة. حقيقة أول شيء مجلس الزهراء عليه السلام مجلس أسري، يعني مو على الجانب الفردي. يعني لما جيت داخل مجلس الزهراء كان في علاقة كبيرة جدا في التواصل مع الأهل. مجلس الزهراء هو البيت الثاني، يعني أنا لما أخرج أروح المجلس أبوي ما يرجع يتصل نهائيا. يمكن بداياتي كنت أحضر لمجلس الزهراء للنشاطات اللي تقوم في المولد او الاشياء اللي كانوا يسووها من مسرحيات او انشاد، حالي زي حال اي واحد الان لما يسوي اعلان الان مجلس الزهراء سواء كان مسرحيه، ما شاء الله المجلس يكتظ قيام، لما يقولوا انشاد يكتظ قيام. فكنا نروح ونشوف. ففي ناس هي تحببك في الحياه. شباب مجلس الزهراء شباب قلوبهم واسعه، من اول ما تشوف اي احد منهم، تشوف من كان من هذاك الجيل الى هذا الجيل، من اول ما تشوف اي احد منهم تحبه كذا، فطره تحبه كذا، يعني تحس احتواء، هو يحتويك، تشوف احترامه تقديره يحببك يعطيك مكانتك في الحياه. ما يعرف يفضل، يعني يقول هذا والله مثلا ابن فلان معين او ابن فلان معين، لا، هذا شخص جاء المجلس احنا نقوم باحترامه بكامل، يعني بكامل الاحترام. فاحتووني، فجيت في البداية تعرف كان المجلس من كل تقريبا من كل الحواري، تيجي تلقى من الزرب، تلقى من الحواري الثانية اللي هو جهة الصويان وانت ماشي. فجيت انا التحقت على عدة اسماء الله يذكرهم بالخير ويخليهم، امثال الاستاذ القدير استاذي حسين صالح ابو مهدي، الاستاذ عبد الله صالح ابو مجتبى، الاستاذ عماد صالح اللي انا عماد ولد الشيخ عبد الهادي عفوا، اللي انا ودي اتمنى اني انا اشوفه، لاني تقريبا لي فتره طويله ما اشوفه، تقريبا 6 او 7 سنوات عيني ما شافته، استاذي لانه في الانشاد برضو. الاستاذ محمد بيه، في كانوا قامه كثيره، يعني لو بأذكر استاذ احمد صالح حموده استاذي لانه له قصه حتيجي قدام، أستاذ أحمد صالح، عبد الله صالح، هذول لهم قصص قدام يعني. فكانوا فيه والله إن شاء الله إني ما أنسى أحد، يعني لما أنا أذكر الأستاذ حسين صالح أو أذكر عبد الله صالح أو عماد، فيعني بقية الشباب الثانيين في، أتوقع أخوهم جمال، والله اسمع مرة، هذا لو إني أنا على قولك أنت عاد أنا النظام شو اسمه اللقاء هذا، كان سردت الأسماء كلها وقعدت أقراها لك، بس هذول اللي أذكرهم، البقية الله يديهم الصحة والعافية، اللي ما ذكرته فهو من الناس اللي تلقاني حقيقة. تتحدث عن مجلس الزهر اللي بيت الشيخ صالح محمد عيد ولا بيت علي إبراهيم؟ بيت علي إبراهيم، بس كان اوه آخر 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 نهاية بيت صالح، بعدين على بيت إبراهيم اوكي علي. اوكي التحقت في مجلس الزهرة، احتووك هذول الشباب، الأنشطة كيف بديتها؟ حبيت انه مجال الإنشاد رغبت يعني ما كنت قلت منشد انا، كل الناس لازم تعرف الشيء هذا، انا ما كنت منشد نهائيا. ايوه، مو هو ده، احنا دحين خلينا من ايوه، ابتدايات، متى جات نقطة التحول؟ نقطة التحول توصل. كنا في مجلس احنا في الزهرة. خلينا في الزهرة ايوه، الآن، الشباب هذه الأنشطة اللي كانت موجودة، حدثنا عن بعض الأنشطة اللي كانت موجودة بعد التحاقك، مسألة الاشياء اللي التمييز، حببتني. دقيقة، ايوه التمييز اللي بعد المغرب، رادة الشاهي، أنقذ جبل ايه. القصمات، قصمات كان، وتمييز يعني كان. انت عارف الوضع، انت كمان عارف الوضع، يعني اللي يعرف هذه التفاصيل عاش في مجلس الزهراء عليه السلام. أنا عشت، كان مجلسنا طبعا، بس هي دحين الحوار مع عدنان بادي مو مع محمد حميد، ايه فحدثنا عن هذه الأجواء يعني تسلسلا، لا تكون طماع أنت في المعلومة والله بعد. انا قلت لك ما راح اقول لك كل شيء، يعني انا ابغى احاول اني اجيب الشيء اللي يجي على بالي. طبعا هذه المجلس شطارة، انا دقيقة أخوي ايه عدنان، دقيقة، أولا شطارة هي على كل مقدم أن يطلع المعلومة، أما إنه واحد دقيقة جاء قال لك لا تطلع كل شيء، هذه مشكلته، شوف لازم انا يعرف المخنخ، كيف لك شوف المعلومة انا اليوم كما المخنخ طلعت من وصاحي عدنان. لك، انا اليوم أوكي المخنخ وصاحي لك، نايم بدري إيه، فلا تكون وصاحي. حريص معايا يعني، لا تكون حريص. والله مو حريص، بس انا قلت لك يعني انا لما شافوا الاعلان قالوا لي عدنان مو كل شيء،
لا لا لا، طيب غلط، ده غلط غلط في غلط غلط. سلسلة طويلة، لا حنذكر. شوف حقول لك على أشياء جدا حلو. دقيقة دقيقة، خلينا نتفق دحين. الناس قاعدة تتابع، الناس اللي جات على اعلانك ما جات على اساس تبغى تاخذ بعض المعلومات والمكان الثاني بعض المعلومات، هذه سقطة لازم تعدلها لا وتتابع. دقيقة، لازم يجوا في مكان ثاني، لازم وبعدين ترجع. ما يجون. لازم شوف خدمك انت انا، بما خدمك انك، دقيقة، انت بما انك مقدم ذكي، خدمك انا، خليني اخدمك خدمك. الحين الورطة اللي طيحت نفسك فيها انك انت قلت لهم انا راح اطلع بعض المعلومات، والمعلومات الثانية حطلعها في مكان ثاني. لا المعلومات الثانية ما حضرت لها فما هي تحضرني، يعني ما احتاج اني اقعد اخذ وقت اوكي طويل عشان افكر. اوكي انا اقول لك هذه من الاشياء الجميلة، هذه منك يعني، هذه طلعت منك. على كل حال الحين انا مقدم جايبك عندي ضيف، الاسئله اللي اسالك اياها المتابعين ودهم يعرفون الاجوبه، لا بعدين يتابعونا. المتابعين حبايبي اي وحبايبك الله يسعدهم. لو مفتوحة التعليقات كان هم يسألوا أسئلة وأنا أجاوب، بعدين أخلي لي فقرة كده أحط سؤالهم وأنا أجاوب. أنت خفف عليا وإن شاء الله أنا أضبطك من الأخير. طيب بس انت لا تبخل معايا في الاجوبه الان، احنا في لا طور والله مجلس ما أبخل، بس أنا قلت لك أنا ماني محضر يعني التحضير التام. او صحيت من عشان النوم زبطت القهوة، أبوي خليته في الجهة الثانية قلت له خليك هناك تفرج معي. الله يحفظه. عشان كذا سلامة، انا اقول لك الحين الاسئله اللي اعطيك اياها حتجاوب لنا لها بكل تفصيلها أجاوب ما عليك، ما أبغى الحلقات عليك، الثانيه، ما لا الحلقات الثانيه. اي اوكي، اللي حيقدمك في الفقرات الثانيه عليه أن يتتبع تاريخ عدنان والمقالات اللي قالها عدنان واللقاءات اللي قالها عدنان والمعلومات اللي قالها عدنان، ما يأخذ فيها يخلق لك أسئلة تانية. هذا المذيع الشاطر، هذا الدور هذه عليهم. ما ما أدري تكون هم حريص متابعينك؟ كيفهم، تابعوا ما تابعوا يطيحون في الورطة دي، وبعدين يجونك المتابعين هناك يقولون أوه هذا قالوا عند محمد محميد السؤال. المهم فهذا متابعيني يقولون احفظ اللقاء هذا، كلموني يقولون احفظ اللقاء هذا. ماني حافظه، إذا ما جو لايف اخذه. ماني حافظه. لا موجودين هنا في طيب الشباب اللي كانوا هذا من اول، هم يقولون وينك ابو محمد ما جاء دورك، اقول لهم قال لكم الساعه 10 من امس، اللي حضر امس وتابعك كان مفترض انهم يتابعونك عشان يعرفون جدولكم. يلا تفضل عشان لا تضيع سلسلة الهذا، وانا بس هذه كانت نقطة نظام. ما احب اطول، انا ترى انسان على قول شو اسمه ده، اذا فرستها فافرسها مره واحده. ايه نبغى الفرشة كاملة، احنا مجلس مجلس الزهر. الزهرة عليها السلام، طبعا مو مجرد يعني مجلس، انا صراحة اعتبر مجلس الزهرة مؤسسة يعني لكل المجالات. طبعا انا لما جيت متفاجئ، مجلس ايش تتوقع حيكون فيه؟ كل هذا كان يعني ابغى اكتشف، تعرف لما تيجي مكان كذا تبي تكتشف، تشوف هنا ايش فيه، تبي تنغبر، تبي تطالع هنا وتقول هذا ليش يسوون كذا؟ فكنت في ذيك الايام عندي فضول اني اعرف ايش في الاشياء، وليش هذا يسوى كذا، وهذا كيف وصل انه على الخشبه ده عشان يصير ممثل، وهذا كيف صار مقدم، وهذا كيف صار منشد، وهذا كيف صار يعني يستقبل الناس. يصير عندي شغف كذا انه اوصل لهذه المرحله اني انا اخدم الناس زيهم. ابغى اشوف الاحساس اللي انا احسه لما انا قابلتهم هم. من لما يقابلوني كده ويخدموني، ابغى اشوف الاحساس عكسه لما يجوا الناس. انا ابغى يجي يوم من الايام الناس داخله مع الباب وانا عدنان بادي كده استقبلهم، يا هلا كيف حالكم حياكم الله تفضلوا. ابغى احس الشعور هذا، يصير مو متبادل لانه انا عشت الاول فبعيش الثاني. فجيت كان في دروس فقهيه، طبعا دروس عقائديه مع الاستاذ طارق بادي، مع يعني كانوا في اسماء كمان قديمه، وكانوا الشباب يسعون انهم شيخ يقدموا محمد حسن فريقة، شيخ محمد حسن. انت كنت متذكر في اسماء كثيره كانت ورا، أذكرك أنا وأنت تكمل حتى يعني. الشيخ صالح، الشيخ عبد الحميد، لانه الشيخ عبد شيخ الحميد من محمد صحيح. مؤسسين هذا. كثير والله يعني عدى على مجلس الزهره مجال اساتذه وفضلاء كبار جدا، ولو تنسى لو بتذكرهم تنسى كمان من كثرهم. كان في عندهم بعض النشاطات اللي تحبب الاشبال والشباب زي القيلات، شايف، والانشطه هذه، لانه الواحد في الفتره هذيك تبغى تشوف انت ايش موهبتك ما تدري. فهو خلاص يجي انت تشوف، تلقى ما شاء الله كان في استاذ امسي عليه ابراهيم حسن خطاط ورسام، تيجي بس تبغى تتفرج، يجيب قهوته وخلاص، يجيب ادواته وخلاص، يقعد يرسم ويرتب، يقعد يسوي المسرح. مو دحين الان يعني يمكن يتطور شويه المسرح، ان شاء الله يتطور اكثر الايام الجايه. كانوا اول يركبوا المسرح تركيب ويجيبوا الخشب ويدقوا 2 3 4 ايام قبل اي مناسبه، كانوا ما شاء الله يد واحده. فكنت اجي اشوف، انا اليوم ابغى اجرب، ابغى اروح عند هذول اللي حقون الانشاد، خلينا نشوف ايش يسوي
استاذ عماد وعبد الله صالح، وتقعد تسمع وتهاوي لهم والاشياء الحلوه، ويجيبوا بعض الاحيان مسجل كذا ويشغلوا النشيد ونقعد نسمع. كان صالح الدرازي، كان صالح جعفر الدرازي، لا ابا ذر، الاشياء القديمه هذه. ايامكم سعيدة اللي هرانا فيها حسين يا صالح. الله إيه، ومسي عليهم برضو على اساتذتنا هذول. وكنت اجي عند عند في التمثيل، ما شاء الله كان التمثيل شيء مو طبيعي. عند كنت اجي استاذ اشوف اسماعيل. استاذ اسماعيل واستاذ حموده صالح، كانوا ما شاء الله قامه والله، كانوا كثير. كان شوف كان الجيل هذاك كلهم مبدعين، يعني تجيبه في الانشاد ما شاء الله، شوفوا جاي في الانشاد، تجيبه في المسرح في المسرح. بعدين في ميزه حلوه، هم الكادر وهم اللي يشتغلوا وهم اللي يقدموا، هم يشيلوا المولد، بدايه المولد الى نهايه المولد. يعني ما في زي دحين يقول لك لا هذه فرقه الديكور، خاص فرقه الديكور، رغم انه دحين احنا عندنا برضو نفس الجيل ذاك، بس شويه حقون التصوير خلاص، هذا بس شغلته التصوير. لا اللي اول هم يرتبوا كل شيء، يسوي هذا ويستقبلوا الناس ويلبسوا، يلا فقرتكم. اللي يغلق المسرحيه، اذا كانت مسرحيه في البدايه تمام، يغلق المسرحيه يروح يغير ملابسه. كان في حوش اللي ورا هناك حق عم سالم، نبدل ملابسنا بسرعه 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 يلا وندخل، تلقاه مسوي شغله ثانيه. اللي في الانشاد نفس الحكايه، لا غلق الانشاد يسوي حاجه ثانيه، غلقوا الشباب من هنا من عند القدر ومن اللي يستقبل. فكانت يدهم واحده حقيقه، يدهم جدا واحده. بعدين قلت لك انا فيهم ميزه حلوه، صدر رحب، يتهاوشون، شوفهم كده في يتهاوشون ويزعلوا ويتناقروا، كله لاجل تطلع الحاجه جدا جميله. تعلم بعد الحفل ما انتهى، ينظفوا ويكنسوا حتى خارج المجلس، حتى عندهم مسؤوليه جدا جميله من هذيك السنين الى هذا السنين، متوارث هذا الشيء انه الجيره ما يتضرروا، لانه مجلس ما شاء الله مجلس الزهره معروف في حضور السيارات والعالم، في ناس يجلسوا هناك في التنظيم، وذول لهم ايادي خفيه، لانه احنا اللي يطلعوا قدام الناس في المسرح الناس يعرفهم، لكن اللي كانوا هناك ورا كانوا هم لب الحفل، هم اللي يرتبوا. فكنا احنا ايش؟ نجي المجلس يحببونا في المجلس، يلا نطلعوا قيله، تعرف احنا رغباتنا اول قيله، هذه قيله قيله، لا قال محمد قيله، لا قال لك ما تطلع القيله، اقسم بالله العظيم نكد وصياح لين تقول بس، وتدور لك واسطه وتدور لك احد، والله ما اطلع من المجلس اصيح. فكانوا يعني القيله هذا شيء محبب، عشان تحبب وتعرف الجيل اللي كان صغير يحب يروح سباحه وكره قدم، يسوي دوري وتنظيم برضه حتى هناك في العشوائيه، بس في الاهتمام، في عين ناظر، تطلع معاهم المسرحيه شو اسمه القيله، في الاهتمام، وين راح؟ حركته وين؟ قاعد يلعب كوره، رعايه هنا وهنا وهنا في كل مكان، حتى انت في الشارع لهم عين ناظر عليك، حتى لا يكون الشارع له مجال لك انت، يعني ما في زي دحين جيل دحين يقول لك انا ما لك شغل فيا، ما في. اول كنا احنا نحترمهم احترام، يعني لو شفت عبد الله صالح زيه بحسبه الوالد. وبعدين كانوا هم يجونا للبيت بعض الاحيان، يجيبونا بالسياره يودونا ويجيبونا، هذا الشيء تعلمته منهم انا. الان انا استخدم نفس الخطه اللي كانت هناك، واضافه كمان اشياء مع هذا الجيل. فكان المسرحيه، دخلت المسرحيه في البدايه، لانه كان المسرحيه لها الشو الاكبر، لانه مجلسنا عرف في المسرح مو في الانشاء. في المسرح كان مجلس الزهره، والى الان طبعا ما يحتاج، كان مكسر الدنيا تكسير. كمان اذا فيها اختارونك زي ما اختارونك، سيره عالم، تعال يا ابوي انت عندك، ترى عندك اسماء مثلت الان برضه منشدين، عندك زي حسن عسيري، ابو ساره، امسي عليه، ابو ساره، حسين فاضل، واخوه احمد فاضل، حقون الزربه اللي تحت، كمان اسماء انت ممكن تعرفهم، انا كنت ما ناسيهم ولا انسى تقي، والعيال الجيل الثاني اللي جو بعدهم. فكان المسرح زحمه، وين يجي السيره عندك عشان تمثل؟ فجاء يوم من الايام حموده صالح اختارني في مسرحيه، حقيقه كان مسرحيه يحتاج لها شغل، اشتغل عليه تقريبا ما يقارب شهرين، تخيل في اسبوع كامل كان يشتغل علي في كوبليه صغير ما انسى للحين، سكين خنجر رصاص سيف، نفس الحركه هذه كان يخليني اسويها اسبوع كامل. نجمني في المسرحيه، اعطاني مسرحيه بطوله، وخلاص قلت هذه هي، انا ممثل
الجمهور كان يعني في كل المسرحيه من بدايتها لنهايتها كان منشد معايا من اوله لاخره، كنت مسوي بهدله. المسرحيه اليوم هذا موجوده يعرضونها الشباب لهذا العمر يعني. طبعا انا لما اشوفه مو مصدقين عدنان بادي كان ممثل. فمثلت معاهم الين يعني تقريبا 3 سنين الى 4 سنين كنت ممثل. طلعنا في الشرقيه، كان تذكر اتوقع جيت انت، طلعنا في الشرقيه لمسابقه، كانت مسابقه اسمها مسابقه ترانيم، كانت مسابقه ايوه كبيره صح، في القطيف، تاروت في تاروت. القطيف افتاروت. فجاء استاذ خالد حمزه فقال، تعرف استاذ خالد حمزه مسي عليه ما يحتاج، الاستاذ الكبير في التمثيل. فجاء قال انا ابغى اختار نخبه من المدينه حتى ايش يروح باقوى ما عنده. سوى تقريبا 3 مسرحيات واختار والله نخبه انا كنت اصغرهم، وكنت يعني اشوف ان انا قلت ممكن اخذني كده يعني، بس انه شكله انه ايش هذا اليوم ابدع، فانه مشوار مستقبلي. فكان لا كان فيه اهتمام، وتيجي البروفة وتنطع وكل شيء، وتيجي زيهم زيك ما في تقول كبار يعني. تخيل في لحظة انا امثل مع المخرج حقي استاذي حمود صالح، هذا شرف لي كان يعني. تخيل انا كانوا اصحابي اللي بعمري، عجيب اختارك خالد حمزة والله ايه، وخلاص كنت اجي كذا المجلس ايه وانا اختار من خالد حمزه، فاهم؟ هذيك اللي تجيك اللي ليه والله عدنان بادي اختاروه. الحواري تعرف اول ما في سوشيال ميديا تمام، حواري خلاص يطلعوا بالبسكليتات، والله هذا ولد حارتكم بيمثل، راح شفتونه كيف؟ فيبدا المرش عاد، وما يحتاج عاد باب المرش من هناك جاريك ما احب اذكرها. فبديت ورحنا الشرقيه والله، وكان معانا من قبه امسي عليهم كلهم، بسام وسلمان، ومعانا حسن عسيري والفالي. عبد اختيارك الفالي كم بعد أول مسرحية لك في مجلس الزهرة أو لا بعد كذا كان مسرحية؟ كان كان ايوه بعد كذا مسرحيه، طيب لانه فلاش انت باك. انت لما تمثل، لما تمثل مو على طول يديك يعطيك شو اسمه نجوميه، او يعطيك ليله كامله يعني، تكون انت حلو. بطوله هذا مو على طول، تتدرج مجلس الزهرة تتدرج لين هو المخرج يقول انا شايف نظرا انه هذا ممكن حيصير ممثل. زي دحين في الانشاد عندنا تشوفه عنده صوته حلو وكل شيء، بس ناقصه في علم الطبقات، ناقصه في 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 ارتكازات المقامات تمام، ناقصه الحس، ناقصه انه هو كيف يكون يعني يؤدي بارتجاليه. فتقول لا هذا في بوادر، فتخليه تخليه تخليه الى ان تيجي سنه يطلعوا لين العالم يكون تشد على قوله تشد ظهره، يصير لما شد يطلع عوده. انت ما تخاف. ايوه ما تخاف. فكان تقريبا بعد كم مسرحيه، انا قلت لك 2 سنين، السنه الثالثه هذه كان هو دور البطولي. بعدها على طول لما شاف الاستاذ دقيقة، خالد حمزه كان فلاش على طول. باك فلاش باك، خلينا وقفنا عند ترانيم. فلاش باك، المسرحية الأولى اللي اخترت فيها حمودي حمودة، لا ما كانت المسرحيه، وكانت في مسارح قبلها، المسرحيه البطوليه هي هذه أول اللي مسرحية شاركت فيها في مجلس الزهرة. والله ما اذكر والله، لان مسرحيات كثيره، بس هذه كانت لانها بطوله ما تنساها. دقيقة فاهم؟ دقيقة دقيقة، لازم كل واحد ياخذ حقه في تاريخ عدنان بادي. ايه كان الأستاذ إسماعيل أبو عمير ماسك المسرح في مجلس الزهرة. اشتغل ايوه اشتغلت معاه، بس ليه؟ ما اذكر، ها ما نرجع اذكر ايش، ما نرجع. اذكر والله يا محمد اني ما اذكر، أوكي. ما اذكر. هو انا اشتغلت مع، شوف اللي مروا علي في المسرح، استاذ اسماعيل ابو عمير، وكان جارنا يعني قدام بيتنا، مو واسطه بس هو كان جارنا يعني، انا اقول لك انه من حارتنا يعني. لا هو ما وبعدين تنفع مع الواسطة، على كل حال هو يكرمه وبعدين ايوه إسماعيل. ايوه ايوه وبعدين حموده صالح، ان شاء الله اني ما نسيت احد. وبعدين المسرحيات وبعدين المسرحيات بعدين جينا كجيل، احنا كنا كده على بعض، كان متفوق على كان متفوق علينا، لانه كان في قبلنا شويه كده، قبلنا كان هو مبدع الاستاذ علي حسون. ها ايه فجاء طبعا احنا عندنا الفن متوارث، لما انغلق اسماعيل سلم من حموده لما انغلق سلم اللي بعده، الينا الان وصلت عند محمود مسلم، وننتظر محمود مسلم يسلم، ما ادري هو جواب مصطفى او احد ثاني من العيال تمام. فلما جاء عند علي حسون واحنا كلنا قد بعض، هيا يا واد انا ابغى دور انت مدري ايش، تعرف بعمرنا اول ايه استاذ كبير. ايه فسوينا مسرحيات بالهبل، وكان معانا واستاذ محمود مسلم امسي عليه، ابو صارم، انا لازم اقول ابو صارم لانه عودني ابو صارم مو ابو فاطمه.
فإلين وصلنا علي حسون، بعدين رجع كمان حمودة صالح سوى اللي هو تعرف. حمودة راح رجع بعدين، حمودة لما رجع لأنه راح حمودة قعد صدقة، تبوك. لا بعد قبل تبوك كمان راح قعد صدقة بعدين قاعد صدق. تبوك. ايوه حرك، راح من مجلس المجلس تعرف انه خلاص هنا الوضع تمام، نروح نحرك المجالس الثانية ما يوقف. فجاء حمودة كان في راسه عمل كبير والله، كان في النجوم حتى علي حسون في ذاك الوقت مثل معانا، فكان عمل مره بطولي والله، عمل من الاعمال اللي انا ما انساه ان شاء الله اني اجيبه حتى ما وريته اهلي. ف الين هذا الحد بعدين مع استاذ خالد حمزه كان نهايه المسرح. لما جيت ترانيم كنت اتفرج، لانه ترانيم كان من المسابقات اللي انا اول مره يعني انفجع. تعرف انت مسرحهم كبير، وتعرف كان في مدرج كانك في صحيح. ملعب رايح، كان في مدرج. فكنت يعني ايش بعد ما نتغلق المسرحيات اللي نتفرجها، طبعا احنا ثالث يوم تقريبا ما ادري رابع يوم، هذا تيجي انت كل يوم تتفرج وفي لجنه تحكيم وكل شيء. فكنت ترانيم اطالع كانت أول سفرة لعدنان بادي بدون أهله لحاله، هذه لها طعم خاص إذا كانت كذا أيضا. ايوه غير القيالات حقت مكه حقت المجالس. أيوة اي بس أول ترانيم مرة، ذيك بعيده بعيده الشرقيه، ذيك أول بعيده مرة يجي عدنان بادي يروح يقول لأبوه شرقيه يا بابا أستاذ صح، خالد طالبني هذا اول بروح مره. الترانية هنا، يعني ها البيت كيف كان؟ أيوة فيها. لا والله أيوة هي الوالدة، بس الوالدة كانت تعرف الخوف، أمي كانت تخاف كثير مرة يعني تعرف. هيا شو وديك أنا اقعد ايه آخر العنقود، ايه ايه أنا آخر العنقود. ف العبس اللي حقه. إيه فأمي كانت شوية. أبويا والله أبويا هذا إنسان يعني لا يقولوا الناس إنه يمجد أبوه كذا، يعني طبيعة واحد كل واحد مع أبوه له شيء يعني. ابويا كان اقول لابويا يعني انا ابويا اجيبه بالدمعه، كنت اسمعني الحين عشان ما يخش علي، كنت اجيبه بالدمعه على اي حاجه بس محبتين. بس ما في تشويش، في تشويش كده سمعت. ايوه تمام. اصبر كده كده خلينا نشوفها كده. واحد صوت، اثنين صوت الدلة، عشان السماعة الثانية شكلها عند الدلة. كده تمام ايوه تمام كده. ايوه ابويا كان يعني شخص يهيئ لك التوفيق والتسهيل، يعني الامور كده يسهل لك. فكنت اجي له اقول له ابويا كيف برضو لا حيكفي الحين البث، باقي 19 ثانية. طيب نخلص حقة ابويا في 19 ثانية دي عبل، ولا خلينا اصب لي قهوة عبل ما هذا لا صب واشرب لك قهوة واشرب مويه، ينتهي، اشرب مويه واشرب بس موية فريد يا ليش يعني، ريس، وتبغاني ابقي شيء ونفتح بث من جديد. هذا هو انتهى.